أنس أسامة الآن. أنس أسامة ممتازة أمامية للسعدي والدخول ممتازة، خذوا هاتوا. السعدي هو نجم شباك نادي السد في الدفاعات، قلب أسد، صاحب رئتين. السعدي هذا اللاعب رقم 10، مش ممكن، لاعب كبير جدا. انكر إلى محمد السعدي، السعدي الآن، السعدي ينقل الكرة إلى نسيب تحت السلة، لا يخطي أبدا عن طريق اللاعب أحمد الغرابي، يحاول نقلها لكن يفقدها، يفقدها أحمد الغرابي ويمر السعدي ويسجل، يسجل خارج المنطقة بدقة عالية جدا حقيقة للاعب معتصم بن حميد. محاولة من محمد السعدي، يا سلام عليك، تسلم إيديك، ولا أروع اللاعب محمد السعدي. أنس أسامة، أنس أسامة يحاول لكن يفقد المحاولة، محمد السعدي تحت السلة ويسجل بإصرار كبير، يسجل بإصرار كبير اللاعب محمد السعدي، روعة. محمد جديد، إدغار سوسا ينقل الكرة إلى من؟ إلى المنصوري، يفتح اللعب الآن باتجاه السعدي، إدغار سوسا من جديد إلى المنصوري، جملة تتكرر مرتين والتصويب هذه المرة، ويا سلام ما فيش كلام، ولا أروع اللاعب محمد السعدي. يتعلق حتى الآن ب19 نقطة ويقود فريقه إلى التقدم حتى الآن. عمدة عماد الدين محمود المدرب المصري في موسم 2009-2010. هذه محاولة الآن محمد السعدي يصوب ثلاثية، يا سلام، ولا أروع الثلاثية، ولا أروع محمد السعدي. السعدي يحاول في هجمة الآن، نقل الكرة إلى المنصوري لكن التدخل من جومانجي، جومانجي تدخل في مرة أولى ويصوب السعدي ويسجل، يشعلها، يولعها السعدي، يولعها السعدي. وقت مستقطع، يفرض وقتا مستقطعا على المدرب عبد المنعم عون، يفرض. تابع من جديد، يبقي على الهجمة أهلوية. الآن المحاولة من عبد الرزق التركي إلى محمد السعدي، ويا سلام ما فيش كلام، يا سلام ما فيش كلام، ولا أروع الثلاثية، ولا أروع الثلاثية. المحاولة من محمد السعدي، السعدي يحاول المرور الآن، يتواصل الأداء. المحاولة من المنصوري، المنصوري تحت السلة، تحت السلة ويسجل، يسجل المنصوري. الضغط الهلاوي الأحمر يمنع الآن. المحاولة من جديد، يا سلام عليك يا محمد السعدي، المايسترو يسجل، المايسترو يسجل رمية ثلاثية، يسجل أول نقاطه في المباراة. في المتابعة الدفاعية، أنس، أنس أسامة يمر الكرة باتجاه محمد السعدي، يمر السعدي، يسجل السعدي، روعة السعدي، روعة السعدي في هذه السلة، رائع جدا، يسجل، يسجل ويعمق الفارق، ثم يسيطرش على كورته، يفقدها زيو، ترجع من جديد، يا سلام عليك يا نسيم، ويا سلام عليك يا سعدي، هؤلاء لا يفوتون الفرصة، هؤلاء لا يفوتون الفاست بريك، ينهونه كما ينبغي، ينهون اللعبة كما شاءت. محمود، محمود إلى محمد السعدي، السعدي يحاول من جديد، السعدي يصوب، السعدي يسجل، ولا أروع السعدي. لاعب سابق لفريق الاتحاد، كرة مقطوعة الآن، هجوم معاكس لمحمد السعدي ويسجل نقطتين لفريق الأهلي بكل سهولة. ممتازة أمامية للسعدي والدخول ممتازة، خذوا هاتوا. السعدي، السعدي يحاول الدخول، السعدي الآن تحت السلة يسجل بكل سهولة. التركي إلى بالحاج، تمريرات لاعبي فريق الأهلي، السعدي في الثلاثية صوب، يسجل ثلاثية السعدي. فلاح كان يسجل، أنس أسامة يدخل يسجل، يضيف نقطتين لفريق دكتور نسيم. هذه محاولة من محمد السعدي، سعدي مر مر مر، يا سلام عليك يا محمد السعدي، درايف رائع جدا من المايسترو ويسجل. هذه محاولة الرمية الثلاثية يقلص الفارق إلى 5 نقاط، وهذه محاولة، ويا سلام ما فيش كلام، روعة روعة روعة. اللاعب محمد السعدي يتعلق في ثنائية صعبة. إلى محمد السعدي، إلى من؟ إلى أنيس، أنيس يسجل، روعة روعة أنيس، بسلام دنك، ولا أروع. إلى محمد السعدي، يفضل التصويب الثلاثي، يصوب، يا سلام ما فيش كلام، ولا أروع. اللاعب محمد السعدي يتعلق في ثلاثية جديدة. الآن أصبح محمد السعدي ب17 نقطة. سينا الأكارم، مباراة ساخنة ومثيرة، وهذه محاولة من إدغار سوسا لكن يفقدها، فقدها إدغار سوسا، علي مفتاح إلى محمد السعدي، يا سلام على المايسترو، المايسترو يسجل، المايسترو يسجل، روعة المايسترو في هذه اللقطة، يسجل بعد تمريرة حاسمة من علي مفتاح، روعة علي مفتاح في التمريرة، وروعة محمد. ترجع الكرة من جديد، نقل الكرة إلى إدغار سوسا، إدغار سوسا يمر، يا سلام الأسيست من إدغار سوسا، ويا سلام التسجيل، روعة محمد السعدي، المايسترو، المايسترو يسجل أول نقاطه، أول نقاط محمد السعدي في هذه المباراة. أنس أسامة، أنس أسامة تحت السلة، يضغط عليه من؟ يضغط عليه اللاعب عبد القادر الرزق. تبقى الكرة أهلوية، وهذه محاولة، ويا سلام المحاولة، ويا سلام التمريرة، تمريرة فيها ذكاء من محمد السعدي باتجاه علي عبد الرحيم اللي سجل أيضا.
يعني بقراراته داخل الملعب. فبعتقد محمد عم بيكون نقطة إضافية للفريق السد، لأنه كانوا عم تلعب بثلاث أجانب على الملعب، وبعتقد في أوقات أكثر الأوقات عم بيكون هو من أحسن من الأجانب ببعض المباريات. وعنده لاعبين يعني لاعبين. السد مسيطرين دفاعيا. صحيح، والفضل يرجع للاعب السعدي اللي صحيح هو قاعد يرفع فينا سقف الدفاع نتاع الفريق، وديما يعطي في الروح، وهذا من خصال اللاعب نتاعو. واكيد اي مدرب يتمنى يكون عنده لاعب بمواصفات خير، ليست مواصفات بدنيه فقط، مهاريه فقط، صحيح، قلب اسد بصراحه. صحيح، صادق وبيج فارس والضغط عليه مش ممكن. شفت السعدي عمل ايه؟ اوه من المحترفين باباكار ايربول يا ولد. لا 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 لا، السعدي مش ممكن. الخمس دقائق المهمه، السعدي تسلم يمينك يا سعدي. دفاع ضغط يا ولد. لا 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 لا، السعدي لا يا سعدي. 79 في الدور الثاني الشمال، 94-76. الدور الاول كان في شهر ابريل. الله على الاسيس باس. هناك تعليمات من الكوتش مهرام، سرعه انهاء، سرعه الانهاء. اوه جميله
جميلة السعدي يعني السعدي هيعملها السعدي بيشوطها السعدي بيجيبها يا جماله يا جماله يا جماله يا سعدي بتركيز فارق 4 نقاط 4 دقائق بابكار بابكار مكانك أوه روعة يلا يا سعدي سعدي بذكاء كبير هنا تصويبة تضيع وفاندر تضيع سعدي يسجل السعدي يسجل السعدي ينقذ السعدي يدي أكسجين عارف لما يكون خلاص محتاج أكسجين الفريق بيغرق محتاج هواء قدر السعدي يسجل